امي حملتني ثقلا ومن بعد حملي ارضعتني الى اوان فطامي ورعتني في ظلمه الليل حتى تجكت نومها لاجل منامي وبلطف تعهدتني الى ان زال ضعفي واشتد لين عظامي عنيت بي عنايه واستمرت بشرابي مهتمه وطعامي فتجعجعت ناشئا ثم قد صرت غلاما ولم أكن بغلامي وتفهمت حق أمي كثيرا عندما صرت من أولي الأفهام فلها الحمد بعد حمد إلهي ولها الشكر مدى الأيام دعمونا بالأعجاب والمشاركة في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا